عثمان محيش عضو المجلس النقابي بامان ديال طنجة وممثل ديال الاجراء بامان ديال طنجة. تنحتفلوا بهذه الذكرى ديال فاتح ماي في هذه السنه اللي هي سنه كتميز بالهجوم على القدره الشرائيه ديال المستخدمين ديال القطاع ديالنا بشكل عام وعلى الاجراء ديال المغرب بشكل عام. وحنايا في القطاع ديالنا ديال الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب تعرضنا لواحد الحيف فيما يخص التعاضديه وتم الالحاق ديالنا بواحد السينيسيس بدون لا استشاره ديال المندوبين ديال الاجراء بلا اخذ التصور ديالنا للقطاع الصحي ديالنا كيفاش كنشوفوه، خصوصا اننا كنا في واحد في الزمن القريب كنا في من احسن التعاضديات اللي كاينين في المغرب. وهذا الاجهاز جاب تواطؤ من جهات نقابيه مع المسؤولين ديال على القطاع من وزاره الداخليه. دونك حنايا كنستنكروا هذا الهجوم على التعاضديه ديالنا وكنطلبوا من نحافظوا على المكتسبات التاريخيه ديالنا. دائما كنا في الطالعه ديال القطاعات وخصنا نحافظوا على هذا المستوى. مستعدين الإصلاح، كنقبلوا الإصلاح ولكن كنرفضوا بأن يكون الإصلاح على حساب الشغيلة وعلى حساب المستخدم. وحنا مستعدين نزيدوا في الاقتطاعات ولكن ما مستعدينش نتنازلوا على الحقوق ديالنا والواجبات ديالنا. وشكرا. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.